صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الذكر الذي يقال بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، متى تقال؟ هل تقال بعد الاستغفار مباشرة أم بعد إتمام الذكر؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: في الذكر الوارد بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يقال بعد الاستغفار أم بعد إتمام الذكر؟ أنا كما سبق لكم أنه يستغفر 3 مرات بعد السلام مباشرة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليلات 10 بعد الفجر وبعد المغرب. وأما بقية الصلوات فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.